انا بتوقع انهينا تشابتر 16، بس خلينا نروح للاخر. اخر اشي راجع عند الفلترز، واحد على جذر اثنين كيف؟ مضروب في سالب، هذا هو الفلتر. نفسه طلع هاي بشوف واحد هاي الصفر صوتي. طيب خلينا بس نراجع عند الفلترز، اخذناهم بس نراجع بشكل سريع. واخر اشي بتوقع اخر فلترز بنركز عليهم كمان شوية. حكينا الفلتر هو عبارة عن دائرة كهربائية بتسمح بمرور سيجنالز برينج فريكونسيز معينة، وبتمنع مرور الرينج الاخر. حكينا في عندنا كلاسيفيكيشنز فلترز اربع انواع. اللو باس فلتر، اللو باس فلتر يا جماعه الترانسفير فانكشن لللو باس فلتر اللي هو الفي اوت على الفي انبوت الماجنتيود له بيكون بهذا الشكل. الهوريزونتال اكسس اوميجا والفيرتيكال اكسس اتش اوف اوميجا ماجنتيود اللي هو في اوت على في انبوت. عند اللو فريكوانسيز الترانسفير فانكشن بيكون كنت 1، بالتالي لما يكون كنت 1 يعني الفي اوت يساوي الفي انبوت، يعني الاوتبوت نفس الانبوت. بهاي الحاله نعتبر انه الفلتر مرر الانبوت على اللو فريكوانسيز. عند الهاي فريكوانسيز الاوتبوت صفر بقل وبعدين بصفر، معناته في اوت على في انبوت تساوي صفر. الفي انبوت اللي بتدخل ما بتطلع على الاوتبوت، اذا الفلتر ما مرر الهاي فريكوانسيز. هذا بنسميه لو باس فلتر. باس لو فريكوانسيز، اللو فريكوانسيز الاوتبوت بيطلع نفس الانبوت، والهاي فريكوانسيز الاوتبوت صفر. بالتالي عندنا بيكون شكله بهذا الشكل. لاحظوا بيكون 1 قريب عند اللو فريكوانسيز وزيرو عند الهاي فريكوانسيز. الباس باند رينج هو اللو فريكوانسيز، الستوب باند رينج الهاي فريكوانسيز. الان بدنا نوجد الهاف باور فريكوانسي الاوميجا سي. عند الهاف باور بتكون الماجنتيود للترانسفير فانكشن نازله لواحد على جذر اثنين من الماكسيموم من ال1، بالتالي عندها بتكون اوميجا سي. الباند ويد هو الرينج فريكوانسيز اللي بيكون من ضمن الباس باند، بالتالي من صفر لاوميجا سي. الفرق اوميجا سي ناقص صفر تساوي اوميجا سي، اذا هذا هو الباند ويد. الهاي باس فلتر حكينا برضه بمرر الهاي فريكوانسيز. لاحظوا هون هاي ترانسفير فانكشن اللي هو الفي اوت على في انبوت. عند اللو فريكوانسيز الاوتبوت الترانسفير فانكشن كنت صفر، بالتالي الفي اوت زيرو. الانبوت سيجنال اللي الفريكوانسيز فيها لو ما بتطلع على الاوتبوت. الان عند الهاي فريكوانسيز ترانسفير فانكشن كنت 1، بالتالي الاوتبوت بهاي الحاله عند لما يكون الانبوت له فريكوانسي عاليه بتطلع الاوتبوت نفسها، اذا الفي اوت تساوي في انبوت عند الهاي فريكوانسي. ستوب باند اللو فريكوانسيز والباس باند رينج اللي هو الهاي فريكوانسي. اوميجا سي هي لما يكون وين تكون ماكسيمم عند الهاي فريكوانسي، لما الماكسيمم اللي هو عند الهاي فريكوانسي واحد على جذر اثنين عندها بتكون اوميجا سي. الان الباند ويث هو من اوميجا سي لانفينيتي، بالتالي انفينيتي ناقص اوميجا سي بيطلع عندي قيمه الرينج فريكوانسيز اللي بمررها الفلتر، هذا هو انفينيتي. الرينج انفينيتي. الان روح على الباند ستوب فلتر او الباند باس فلتر. هو باسز اميد رينج اوف فريكوانسيز، بمرر فريكوانسيز بالوسط. بالتالي عند اللو فريكوانسيز الاوتبوت صفر، عند الهاي فريكوانسيز الاوتبوت صفر، لكن بين برينج معين بيكون الاوتبوت ماكسيموم. القيمه الفريكوانسي اللي بيكون فيها الاوتبوت ماكسيموم بنسميها ريزونانس فريكوانسي. الان عندها بيكون الاوتبوت 1. شو يعني 1؟ الاوتبوت هو نفس الانبوت. ترانسفير فانكشن 1، بالتالي اتش اوف اوميجا عند الاوميجا 0 قيمتها 1،
في اوت تساوي في انبوت بهاي الحاله، لانه الاتش اوف اوميجا تساوي في اوت على في انبوت، لما تكون قيمتها 1 يعني الفي اوت تساوي الفي انبوت. الان الهاف باور فريكوانسيز لما تنزل لواحد على جذر 2 من الماكسيموم، عندها بيكون عندي تو فريكوانسيز اوميجا 1 واوميجا 2. اوميجا 1 اللور هاف باور فريكوانسي او كت اوف فريكوانسي، اوميجا 2 الهاير او الابر كت اوف فريكوانسي. هذا هو الباس باند بين اوميجا 1 واوميجا 2. الستوب باند من صفر لاوميجا 1 ومن اوميجا 2 لانفينيتي. اذا الباند ويث هو اوميجا 2 ناقص اوميجا 1. وحكينا برضه الكواليتي فاكتور لهذا الفلتر هو عباره عن اوميجا 0 على كي 0، شرحناها سابقا في السكشنز اللي قبل. طبعا مثال على الباند باس فلتر هو برر ال ار اي سي اللي شرحناها في بدايه الشابتر. نروح على النوع الاخير او التصنيف الاخير اللي هو الباند ستوب فلتر. باند ستوب الان اللي قبله كان باند باس. باند باس بمرر جزء متوسط من الرينج، متوسط ميد رينج. الان هذا ستوب عكسه، ستوبس اميد رينج اوف فريكوانسي. لاحظوا هاي هو ترانسفير فانكشن عند اللو فريكوانسيز، الفريكوانسيز الاوتبوت نفس الانبوت. عند الهاي فريكوانسيز الاوتبوت نفس الانبوت، لانه 1 الجين. شو يعني الجين او ترانسفير فانكشن قيمته 1؟ يعني الفي اوت تساوي الفي انبوت. عند فريكوانسي عند ميد رينج اوف فريكوانسيز الاوتبوت صفر، هاي صفر قريب على الصفر. بالتالي هاي بنسميها الاوميجا 0 ريزونانس فريكوانسي. بس هون لما الفريكوانسي اللي بيكون فيها الترانسفير فانكشن قيمته صفر مش 1، هو عكس الريزونانس الاصليه اللي حكينا عنها. حكينا عندي ريزونانس بيكون الماكسيموم، هون بيكون مينيموم يعني صفر. الان بدنا نحسب الاوميجا 1 والاوميجا 2. الاوميجا 1 والاوميجا 2 لما يكون الماكسيموم مضروب في جذر 2، اذا 1 على جذر 2 مضروب في 1 على جذر 2. 1 على جذر 2 بتقول بيكون عندنا 2 فريكونسيز اوميجا 1 اوميجا 2. هذا الستوب باند من اوميجا 1 لاوميجا 2، وهذا الباس باند والباس باند. الان الباند ويث هو الرينج اوف فريكونسيز اللي بيعملها ستوب او بيعملها كيلينج، ما بمررها. بالتالي هم اوميجا 2 ناقص اوميجا 1. الآن طرحنا مجموعة من الأمثلة على الأنواع الأربعة السابقة. أعطينا مثال على اللو باس ومثال على الهاي باس وعلى الباند باس وعلى الباند ستوب فلتر. الآن اللو باس فلتر مثال عليه اللي هو ار سي، بس لو باس فلتر اللي هي دائرة زي هيك، دائرة بسيطة ار سي. حكينا الفي انبوت هاي الفولتين هون لهون، الفي اوتبوت هي فولتين الكباسيتر. عشان نشوف الفريكوانسي ريسبونس لازم نحول من التايم دومين للفيزر. بالتالي ار واحد على جي اوميجا سي. الفي انبوت من هون لازم ندخلها نوع محدد اللي هو ساينوسويدال سورس. حكينا هون الفي انبوت هي عباره عن ساين ويف، لانه احنا بدنا نشوف تاثير الفريكوانسي. الساين ويف هو اللي بيعطينا الفريكوانسي متغيره. بالتالي الانبوت هي عباره عن في ام كوساين اوميجا تي. بنثبت الفي ام زي ما حكينا سابقا وبنغير الاوميجا، بنشوف شو بصير بالفي اوتبوت عند كل اوميجا للانبوت. الاوميجا هي 2 باي في اف برضه، يعني نشوف الفريكوانسي كيف تتاثر لما تتغير على الانبوت، شو الاوتبوت قيمته كيف تتغير. بالتالي بنقدر نحسب الفي اوت على ماجنتيود على في انبوت ماجنتيود، بيعطينا ترانسفير فانكشن ماجنتيود اتش اوف اوميجا ماجنتيود. الان الفي انبوت ثابت، هاي قيمته في ام ما بتغير مع تغير الفريكونسي، انا اللي بتغير الاوتبوت. اذا تغير الاوتبوت هو نفس تغير ترانسفير فانكشن. اشتقينا طبعا حكينا هاي عندنا ترانسفير فانكشن اللي هو الاوتبوت امبيدنس على مجموع الامبيدنس ضرب الفولتج كله. الفي اوت على في انبوت بيطلع ترانسفير فانكشن، هاي ضربنا في جي اوميجا سي بس المقام صارت بالصوره هاي. حكينا هنا في جي، هون ناقصين حب جي، اذا واحد على واحد زائد جي اوميجا في ار في سي.
الآن هذا الترانسفير فانكشن له ماجنتيود وله فيز، أي كومبلكس فانكشن نحسب الماجنتيود له والفيز. الماجنتيود هي الماجنتيود البسط واحد، الماجنتيود المقام الريال تربيع زائد الإيميجن تربيع تحت الجذر بيطلع واحد على الجذر، واحد زائد أوميجا آر سي الكل تربيع هون، هاي الماجنتيود للإتش أوف أوميجا. الفيز زاوية البسط ناقص زاوية المقام، زاوية البسط صفر ناقص زاوية المقام اللي هي زاوية الإيميجينري تان إنفرس الإيميجينري على الريال ناقص تان إنفرس الأوميجا في آر سي. الآن بدنا نرسم، لاحظوا هون في جي طبعاً هي حطيتها باللون الأحمر، حطوها عندكم منسية بالطباعة أو بالكتابة. الآن الماجنتيود رسمناه انه اول شيء بنبدا من عند اللو فريكونسي، نحط صفر، نحط صفر محل اوميجا. لما نعوض صفر هون اللي جوات القوس، القوس صفر تربيع صفر، بضل عندي واحد على جذر الواحد اللي هي واحد. هذا وين لما اوميجا صفر. الان كل ما زادت اوميجا الماجنتيود للاتش اوف اوميجا بقل بهذا الشكل. عند الفريكونسي العاليه واحد على انفينيتي صفر بصفر. حكينا الفلترز بنرسم من صفر لاوميجا وميرور سيمتري الها من الناقص اوميجا للناقص انفينيتي للصفر. من صفر لانفينيتي بوزيتيف بهذا الشكل. وعندي نيجاتيف فريكونسي بيعطيني نفس القصه، طبعا هو ما في اصلا براكتيكالي نيجاتيف فريكونسي. لكن من المعادله بنقدر نشوف كم بيكون عند الناقص اوميجا سي اللي هو سيمتري نفس الاوميجا سي، هذا بيكون احنا عشان ندرسه بتطلع على الفريكونسيز من صفر لانفينيتي، هذا هو اللو باس فلتر بهذا الشكل زي ما وضحناه سابقا. طبعا برضه بنقدر نرسم الزاويه، الزاويه اللي هي الانجل تان انفرس الاوميجا في ار في سي، المتغير عندنا اوميجا ار سي ثابتان. تالي احنا بنعرف كيف نرسم تان، كيف نرسم التان انفرس، كيف نضربها في ماينس بيطلع لنا هاي رسم التان انفرس. عند الصفر لما تكون اوميجا صفر بيكون الزاويه صفر. عند الانفينيتي، عند الانفينيتي لما اوميجا كبيره جدا بيكون الزاويه ناقص باي على 2، عند الناقص انفينيتي بيكون الزاويه باي على 2. الان بدنا نحسب الاوميجا سي، وينتا بتكون الاوميجا سي للفلتر؟ بتكون الاوميجا سي لما ينزل لواحد على جذر 2 من الماكسيمم فاليو، بالتالي بتكون هون اوميجا سي. عشان نوجد قيمة الأوميجا سي طبعا رح تطلع بدلالة الكومبوننت الفاليوز اللي هو الآر والسي، نوجد الماجنتيود، هاي الماجنتيود عند الأوميجا سي بيكون الماجنتيود 1 على جذر 2، إذا بنعوض بدل أوميجا أوميجا سي وبنخليها تساوي 1 على جذر 2 بهاي زي هاي الصورة. الآن نوجد كم قيمة أوميجا سي في المعادلة هاي، رح تطلع بدلالة الآر والسي. طبعا بنربع الطرفين نتخلص من الجذر، نضرب ضربة البادلة ومنبسط بيطلع لنا اوميجا سي هي 1 على ار في سي، طبعا وحدتها راديان بير سكند. وعندنا الكت اوف فريكونسي بالهيرتز هي عبارة اوميجا سي على 2 باي، بالتالي 1 على 2 باي في ار في سي بالهيرتز. الان لو جينا رجعنا هون عوضنا محل الزاوية بالقانون اللي فوق هون عند الاوميجا سي كم قيمة الزاوية؟ لا اتش اوف اوميجا سي ماج از انجل، بالتالي بتطلع لنا الزاويه اوميجا سي قيمتها 1 على ار سي، ار سي بتروح مع المقام ار سي هون بضل عندي تان انفرس الواحد مضروب في ساين ماينس 1، بالتالي بيطلع الزاويه ناقص باي على 4 او 45 ماينس 45 ديجري. اذا الزاويه هون عند الاوميجا سي ناقص باي على 4. كم الماجنتيود عند الاوميجا سي؟ لو عوضنا هون بدل 1 على اوميجا سي 1 على ار سي في القانون الاصلي هون بيطلع لنا 1 على جذر 2 عند الاوميجا سي، عوضوا هون 1 على ار سي، ار سي بتروح مع ار سي بصفي عندي 1 على 1 زائد على جذر الواحد زائد 1 1 على جذر 2، هو هذا اللي انطلقنا منه عشان نحسب الهاف باور فريكونسي. الان يا جماعه نقدر نحسب الترانسفير فانكشن الامبلس ريسبونس من الترانسفير فانكشن اتش اوف تي، بدنا نرجع من اتش اوف اوميجا نوجد اتش اوف تي. اتش اوف اوميجا شو طلعت؟ واحد
على 1 زائد جي اوميجا ار سي. جي اوميجا ار سي نقدر هاي نحولها ل اتش اوف اس. اتش اوف اس بنعوض محل كل جي، ما هي اس تساوي جي اوميجا، اس تساوي جي اوميجا، بالتالي هون اس تساوي جي اوميجا، لانه السورس عندنا ساينوسويدال. بالاس جومين او بالاوميجا دومين نقدر نستبدل اس في جي اوميجا او جي اوميجا في اس، بالتالي حطه هون بدل جي اوميجا اس، بصير تساوي 1 على 1 زائد اس في ار في سي. قسمه على ار سي بسط المقام عشان نخلي اس لحالها، بتساوي 1 على ار سي على اس زائد 1 على ار في سي. شو الانفرس لهاي؟ مو هذا الفانكشن. بناء على القاعده اللي نعرفها سابقا من شابتر 14. اذا نقدر نوجد الامبلس ريسبونس للفلتر من الاتش اوف اوميجا. الان اذا معنا الامبلس ريسبونس ومعنا الانبوت بالتايم دومين، الكونفوليوشن بالتايم دومين بيعطينا مين؟ الاوتبوت بالتايم دومين. الان نقدر نضرب الفريكوانسي دومين، الترانسفير فانكشن في الفي انبوت بالفريكوانسي دومين ضرب هون بتساوي الفي اوت بالفريكوانسي دومين. رجعوا هاي من الفريكوانسي دومين للتايم دومين بيعطينا مين؟ الاوتبوت بالتايم دومين. الان مثال اخر على الهاي باس فلتر، الان اللي درسناه الان هو اللو باس فلتر، بدنا نروح على الهاي باس فلتر. في اي سؤال يا جماعه؟ في حدا عنده اي استفسار؟ اوكي. نروح على طبعا الهاي باس فلتر نفسه دائره ار سي، لكن ناخذ الان الاوتبوت من جهه الار، يعني ار سي سيركت نعكس الار والسي. شو بكت فوق؟ بكت بهذا الشكل، بكت ار سي الاوتبوت من جهه الكبستر، الاوتبوت على الكبستر. جيبوا الار محل الكبستر، رجعوا الكبستر فوق، بصير هاي باس فلتر. الان نحسب الترانسفير فانكشن بهي الطريقه، نوجد الماجنتيود البسط والمقام بيطلع لنا بهذا الشكل، نوجد الزاويه زاويه البسط ناقص زاويه المقام بيطلع لنا بهذا الشكل، نرسمهم بيطلع لنا هاي هي. عند اللو فريكونسيز الترانسفير فانكشن قيمته صفر، عند الهاي فريكونسيز قيمته 1. عند 1 على جذر 2 بيكون الاوميجا سي، بالتالي نقدر نعوض محل اوميجا قيمة اوميجا سي، بنساويها بواحد على جذر 2 نوجد قيمة اوميجا سي، بيطلع لنا 1 على ار سي. نقدر نوجد برضه الامبلس ريسبونس. مثال سي دائرة ار ال سي اللي بتعطينها باند باس فلتر. باند باس فلتر نقدر نحصل عليه من بارلل ار ال سي، المثال اللي شرحناه سابقا في بداية الشابتر. هذا عبارة عن باند باس فلتر، الدائرة اللي هي عبارة عن الار ال سي سيركت هي عبارة عن باند باس فلتر، ووجدنا لها الاوميجا 0 ووجدنا الاوميجا 1 والاوميجا 2، واشتقينا كل القوانين في حالة البرر الار ال سي زي ما شفناها من قبل. اذا البرر الار ال سي هي عبارة عن باند باس فلتر. هاي مثال اخر، مثال 2 على باند باس فلتر، دائرة ار ال سي بهذا الشكل بالفريكونسي دومين 1 على جي اوميجا سي الكبستر جي اوميجا ال ار، بدي اوجد الفي اوت تقسيم الفي انبوت بالفريكونسي دومين عشان نوجد الترانسفير فانكشن. ببسط هذول اللي على التوازي، حاصل ضربهم على مجموعهم، هاي زد ال وسي مع بعض، بالتالي حاصل الامبيدنس الاندكتر ضرب الامبيدنس الكبستر على مجموعهم، تطلع بعد ما بسطناها بهذا الشكل، بالتالي صارت عندي هون زد ال سي اللي هي هاي قيمتها. نوجد الفولتيه عليها بدلاله الفولتيه الانبوت، اذا زد ال سي على مجموع الامبيدنسز ضرب الفولتج الانبوت فولتج، بيطلع عندنا ترانسفير فانكشن هو في اوت على في انبوت اللي هو بهذا الشكل، معوض بسطه بيطلع عندنا هاي الشكل. عندنا هاي الايكويشن
جي اوميجا ال على جي اوميجا ال زائد ار في 1 ناقص اوميجا تربيع ال في. لاحظوا هذا التيرم ريال لانه فيش بي جي، هذا ايميجينري، هون ايميجينري. بالتالي الماجنتيود ذا ترانسفير فانكشن هي عباره الماجنتيود البسط على الماجنتيود المقام. الماجنتيود البسط اوميجا ال، كم الماجنتيود لجي اوميجا ال؟ الماجنتيود لها اوميجا ال والزاويه 90. الماجنتيود للمقام الريال تربيع زائد الايميجينري تربيع تحت الجذر، هاي هي اتش اوف اوميجا. الزاويه 90 زاويه البسط ناقص زاويه المقام، زاويه المقام اللي هو الريال تان انفرس الريال اللي هو هذا الريال على الايميجينري. الان يا جماعه بدي ارسم الاتش اوف اوميجا ماجنتيود واوجد اللي هي الاوميجا سي الكت اوف فريكوانسي. بهاي الحاله لاحظوا يا جماعه عشان اوجد الاوميجا زيرو اللي هي شو الاوميجا زيرو؟ ريزونانس فريكوانسي لو باند باس فلتر له فريكوانسي معينه اسمها اوميجا زيرو بكون الاوتبوت ماكسيموم. الار ال سي سيركت اعلى قيمه لها دائما 1، يعني مش راح يزيد عن ال 1، بالتالي الماكسيمم فاليو لهذا الفانكشن 1. بقدر اساويه بال 1 واقول هاي الاوميجا اللي بيكون تساوي 1 هي اوميجا 0. اذا اتش اوف اوميجا 0 هي 1. بعوض محل اوميجا اوميجا 0 بعد ما اساويه في ال 1 بوجد قيمه اوميجا 0. ضرب تبادلي بربع عشان اخلص من الجذر، ببسط بيطلع لنا اوميجا 0 بيطلع لنا اوميجا 0 1 على جذر ال سي. اذا هاي الطريقه بقدر برضه اوجد فيه عن طريق من خلالها الاوميجا 0. في طريقه ثانيه، مين بيحكي لي شو الطريقه الثانيه عشان اوجد اوميجا 0؟ هاي يا جماعه هاي الطريقه اسهل على فكره، بس شو الطريقه الثانيه؟ طلع عندنا احنا الترانسفير فانكشن اوميجا ال على جي او اسف على اوميجا ال تربيع زائد شو ار تربيع في واحد ناقص اوميجا زيرو او اوميجا ال في سي، هذول تربيع اوميجا تربيع هون اوميجا ال في سي، هاي هي الاتش طب اوميجا هون نجيبها الماجنتيود. احنا بدناش الماجنت على فكره، بدنا نفسه جي اوميجا ال على ار في واحد ناقص اوميجا زيرو تربيع وهون اوميجا زيرو ال في سي زائد جي اوميجا في ال. هذا هو ترانسفير فانكشن. الان يا جماعه بدي اوجد الايمجينري بارت وخليه يساوي صفر. كيف اوجد الايمجينري بارت؟ بضرب بالمرافق للمقام، يعني بضرب في هاي الكونجكيت الها، يعني بحطها اشاره سالب، بحطها في البسط وبحطها في المقام، بحطها في البسط وبحطها في المقام، نفس هاي لكن بحط إشارة سالب هون بالوسط سالب. بضرب البسط وبضرب المقام بيطلع عندي المقام كلها ريال، بالتالي البسط في ريال وفي ايميجينري، بخلي الايميجينري بارت منه تساوي صفر ومنها بوجد اوميجا زيرو. بس هاي الطريقة اللي وجدتها هون اسهل، اسهل بكثير، فيش معادلات معقدة هون. الآن الان يا جماعه بدي اوجد اوميجا سي. عشان اوجد اوميجا سي، هي الاوميجا سي بتكون لما تكون الماجنتيود 1 على جذر 2. اذا هاي الماجنتيود بعوض محل اوميجا اوميجا سي وبخليه بعد ما اسويها ب 1 على جذر 2 وببسط بيطلع عندي بعد التبسيط معادله تربيعيه. هاي المعادله التربيعيه لها حلين على القانون العام
بهاي الصورة أو بدلالة ألفا أوميجا زيرو ألفا واحد اثنين آر سي وأوميجا زيرو واحد جذر ال سي بيطلع إني تو روتس أو تو فريكونسيز. الصغيرة أوميجا سي 1 والكبيرة أوميجا سي 2. لاحظوا أوميجا زيرو بالوسط بينهم، يعني هاي أوميجا سي 1 أقل من أوميجا زيرو وأوميجا سي 2 أكبر من أوميجا زيرو. عند الاوميجا 1 والاوميجا 2 بيكون الماجنتيود نزل لواحد على جذر 2 من الماكسيمم فاليو. هذا بالنسبه ل، طبعا نقدر نوجد اوميجا سي 2 ناقص اوميجا سي 1 اللي هو الباند ويد، والاوميجا 0 على الباند ويد اللي هو الكواليتي فاكتور لهذا الفلتر. الان اخر فلتر او اخر مثال على الباند ستوب فلتر، هذا المثال هو عباره عن دائره ار ال سي سيركت، ماخذين الاوتبوت على الاندكتر والكباستر مع بعض، يعني الموجب من بدايه الاندكتر والسالب من نهايه الكباستر على اثنين مع بعض، هاي البي اوت. عشان اوجد الترانسفير فانكشن بوجد الزد لهذول مع بعض سيريز، زد ال وزد سي، زد ال سي اسمها صار بسطناها. بالتالي الامبيدنس هاي مع بعض على ار زائد الامبيدنس هاي في الفي انبوت بحصل على الفي اوت، بقسم الفي اوت على في انبوت، هاي هو ترانسفير فانكشن. بعد ما بسطناها نوجد الماجنتيود له، عشان نوجد وين بيكون، بما انه انا عارف انه باند ستوب فلتر الاوميجا زيرو بتكون لما قيمته صفر، لما الاوميجا صفر واوميجا انفينيتي عوضوا هون صفر او عوضوا انفينيتي بيطلع قيمه الماجنتيود 1. الاوميجا زيرو لما قيمه الفانكشن صفر، لما قيمه الماجنتيود صفر، اذا بخلي الماجنتيود تساوي صفر، عشان الماجنتيود تساوي صفر لازم الباس تساوي صفر، اذا الباس تساوي صفر هاي بتكون عنده اوميجا زيرو بوجدها بيطلع واحد جذر ال سي. اذا عند الاوميجا 0 بيكون الترانسفير فانكشن قيمته صفر، 1 عند الفريكونسيز القليله اللي هو اللو فريكونسيز، وعند الهاي فريكونسيز برضه بيكون قيمته 1. عشان اوجد قيمه اللور والابر كت فريكونسي بخلي الماجنتيود تساوي 1 جذر 2، هاي الماجنتيود بخليه تساوي 1 جذر 2. طبعا اوميجا بصير اسمها قيمه اوميجا سي لانها صارت سبيسيفيك فريكونسي، بوجد قيمة بهاي الصورة بيطلع عندي اوميجا سي 1 اوميجا سي 2 بيطلع على القانون العام بهاي الصورة. طبعا بعد ما اضرب ضرب تبادلي وبسط بيطلع عندي معادلة تربيعية، حلها هاي، هذا حل المعادلة التربيعية. بقدر اعوض بدالة الفا واوميجا 0، الفا بهاي الحالة ار على 2 ال، هون سيريز الفا الها ار على 2 ال، البارلل 1 على 2 ار سي الالفا، والاوميجا 0 ثابتة. طبعا هذا الحكي برضه مر علينا الالفا والاوميجا زيرو في قبل لما حكينا عن السيريز ار ال سي سيركت. طيب يا جماعه هيك بكون شابتر 16 هاي نهايته، رفعنا لكم اياه على الموديل موجود معكم التلخيص. هذا لاحظوا في عندنا المكان قبل شوي بكيت ناسي جي عدلتها بالتسجيل انتبهوا لها، وفي قبل برضه مكان ناسي اقواس في بدايه التشابتر بكيت ناسي اقواس احطهم في المعادله، لازم ضروريات هون هاي الاقواس اللي نرجع لهم. ممكن عند الكيو 0 عشان نوجد اوميجا 1 اوميجا 2 بتوقع هاي هن الاقواس هون ناسي احط الاقواس اللي هون، هاي كوس مضروب بالكل، وهون كوس مضروب بالكل، هذول كنت ناسي احطهم في التركي. تمام، صفحة 5 من البي دي اف في الأقواس من ضرورية. طيب يا جماعة هاي نهاية شابتر 16، الآن بدنا نروح على شابتر 17 مباشرة. شابتر 17 عنوانه تو بورت نتوركس، بدنا نتعرف شو يعني تو بورت نتورك وشو الاشياء او البارامترز اللي بتلزم نعرفها بالتو بورت نتورك. خلينا نبدا في الانترودكشن.
الآن يا جماعة إحنا بنعرف قبل إشي اسمه One Port Network، مع العلم ما كنا نسميه One Port، بس هو اللي كنا نتعامل معاه عبارة عن One Port. One Port الـ One Port له Two Terminals Network، فيها كومبوننتس معينة R و L و C، إلها طرفين واحد موجب واحد سالب. التيار بيدخل من طرف، بيدخل على النتورك وبرد يطلع من الطرف الآخر، هاي بنسميها One Port Network. زي المقاومة برضو، المقاومة إلها طرفين، هاي المقاومة تو تيرمينال، موجب سالب بنحط الفولتية، والتيار بيدخل من جهة وبيطلع من الجهة الثانية. إذا برضو المقاومة أو الكبستر أو الاندكتر أو أي أو السورسز حتى عبارة عن تو بورد، عبارة عن وان بورد. وان بورد لهم تو تيرمينالز، وان بورد لهم تو، كل بورد له تو تيرمينالز، البورت الواحد له طرفين تو تيرمينال. طيب الان ابورت از ا بير اوف تيرمينال، بير او تو تيرمينال ان ا نتورك ات ويتش الكتريكال سيجنال مي بي او مي انتر اند ليف ذا نتورك. تيار بيدخل من تيرمينال وبيطلع من التيرمينال الثاني، هون اللي انتر وهون ليف. من جهه البوزيتيف التيار بيدخل وبيطلع من جهه النيجاتيف للفولتيه. الان A network that has only one pair of terminal is called one port network. اللي إلها two terminals نسميها one port network. هذا الحكي كنا نعرفه سابقا. الآن كيف نقدر نعبر عن network؟ كيف نقدر ندخلها في المعادلات؟ The network can be described by its impedance, Z or admittance. نقدر نحسب الـ impedance لهي network أو الـ admittance. الامبيدنس هي الفولتية على التيار، الانبوت فولتج على الانبوت كرنت. طلع عشان نحسب هاي الامبيدنس بدنا فولتية على الانبوت، يعني نضيف سورس على الانبوت هون له فولتية معروفة، ونحسب التيار اللي طلع من السورس. بالتالي الفولتية على التيار بيعطينا قيمة هاي الزد للامبيدنس، او الادمتنس اللي هي اي على في معكوس، زد هي واحد على واي، او واي هي عبارة عن واحد على زد. ناخذ مثال، طبعا مش موضوعنا احنا الوان بورت، احنا موضوعنا التو بورت نتورك، بس احنا بدنا نقارن كيف كنا نسوي بالوان بورت عشان نمشي بنفس الطريقة على التو بورت اللي بدنا نحكي عنها كمان شوي. الان ديتيرماين ذا ايكيفالنت امبيدنس فور ذا فولوينج نتورك. في عندنا هون نتورك بدي احسب الايكوفالنت امبيدنس لها. يا جماعه في عده طرق، الفيرست ميثود الطريقه الاولى انه بحكي انه ار2 ار3 توالي توازي مع ار1، هاي هي الزد او الار ايكوفالنت، بقدر احكي انها زد، او بالتالي زد بقدر استبدل كل هاي في قيمه واحده اللي هي زد. بالتالي التيار بدخل عليها والفولتي عليها طرفين في، اذا في على اي هي زد، يعني بقدر ابسط هاي بهاي الشكل، زد عليها نفس البي وبدخل عليها نفس التيار اي. شو العلاقه؟ كيف بقدر اجيب زد؟ اما من الكالكوليشنز للكومبوننت الداخليه كم قيمهم توالي وتوازي، او في على اي، في على اي هي نفسها زد. طيب الطريقه الثانيه هو هذا اللي بدي استخدمه، بدي اضيف سورس خارجي، طلع هون ضفت سورس من هون لهون في قيمته، بدي احسب كم قيمه اي. اذا حسبت اي، في على اي هي الزد. الان اذا ابلاي ان اكسترنال سورس بين ذا تو تيرمينالز اللي هو الانبوت تيرمينالز دول. الان بدي اشوف كم قيمه اي 1 واي 2 مجموعهم هو اي الكليه. الان اي 1 هي عباره بدلات الفولتيه، طبعا الانبوت فولتج في الفولتين هون لهون في، كم اي 1 في على ار 1، في على ار 1 كم اي 2 في عليهم الثنتين الفولتيه عليهم هي في، بالتالي التيار اي 2 هو في على ار 2 زائد ار 3. اي 1 زائد اي 2 بيعطينا التيار الكلي، اي 1 زائد اي 2 بيعطينا التيار الكلي، بالتالي بعوض محل اي 1 ومحل اي 2 بطلع في عامل مشترك بيطلع لنا بهذا الشكل. اذا اي تساوي في في اللي جوات الاقوال.
بالتالي زد تساوي في على اي، في على اي بيطلع واحد على معكوس هذا اللي جوات الاقواس، واحد عليه تقسيم صار بالمقام. الان هذا يا جماعه هو عباره عن ار2 زائد ار3 توازي مع ار1، لو ضربتهم حاصل ضربهم على مجموعهم بيطلع هذا الترم، هذا بقدر ابسطه او بقدر ابسطه. طبعا هاي طريقه، بس طلع الطريقه الاولى اسهل بكثير لانه مباشره طلعت بالون بورد نتورك، مش بحاجه غالبا نضيف سورس خارجي. طبعا هاي نفس الطريقه بتاعت الثيفنين اللي حكينا ممكن نضيف سورس خارجي عشان نحسب الار ثيفنين او زد ثيفنين بتوين تو تيرمينالز، بنضيف سورس خارجي وبنحسب قيمه الريشيو في على اي للسورس، الفولتيه للسورس على التيار اللي بيطلع من السورس، هاي الامبيدنس او الار ايكوفيلنت ار ثيفنين. الآن يا جماعة لو كان عندي دائرة فيها R وإلو C، كيف أحسب الإمبيدنس إلها؟ هنا مهم الموضوع، هنا مهم الفكرة، انتبهوا لها. عشان أحسب الإمبيدنس بدي أحول لفيزر، بالتالي بعوض محل جي محل L جي أوميجا L، وR بضلها R، C واحد على جي أوميجا C أو ناقص جي على أوميجا C. الآن الامبيدنس هي المجموع التوازي هذول حاصل ضربهم على مجموعهم زائد توالي اللي هي جي اوميجا بيطلع هاي الشكل. الان يا جماعه لو بضيف سورس خارجي، هون شو نوع السورس اللي بضيفه، دي سي ولا اي سي؟ لازم اضيف اي سي سورس، اي سي سورس في حاله الامبيدنسز لما يكون عندي ار و ال و سي لازم اضيف اي سي سورس اللي هو كوساين ويف سيجنال ساينسويدال، إله ماجنتيود في كوساين الاوميجا تي. الان الفولتيه ثابته لكن التيار الاوميجا بتتغير، عشان هيك احنا بنشوف الزد هي فانكشن اوف اوميجا، راح يطلع الزد هي بتعتمد على الاوميجا. منين نجيب الاوميجا؟ هاي من السورس، الاوميجا تاعت السورس. بالتالي عند حسب قيمه اوميجا تاعت السورس نعوض باوميجا، هون بيطلع قيمه زد عند كل اوميجا معينه جاي من السورس. الان نروح على التو بورت نتورك. تو بورت نتورك يا جماعه هي عباره عن نتورك لها بوابتين مدخلين، المدخل الاول والمدخل الثاني. هذا بيشبه الون بورت من هاي الجهه، في 1 في وبدخل اي، بما انه في عندي كمان بورت ثاني سميت هون في 1 واي 1، كمان البورت الثاني في 2 واي 2. لاحظوا انه كل بورت له فولتيه لها بولاريتي موجب وسالب، وله تيار بيدخل من جهه البوزيتيف، ضروري التيار بيدخل على النتورك من جهه البوزيتيف بولاريتي للفولتيه. بالتالي اي 1 دخل من جهه الفي 1 واي 2 دخل من جهه الفي 2. هاي النتورك بنسميها تو بورت نتورك. شو المطلوب فينا مطلوب نعمله بالتو بورت نتورك؟ مطلوب نشوف كيف نوصف او كيف نعبر عن هاي النتورك. الان يا جماعه بنفس الطريقه اللي عبرنا فيها عن الون بورت بنعبر عن التو بورت. شو حكينا؟ نقدر نحسب الزد، الزد او الواي، الزد او الواي. الزد هي عباره عن في على اي، او الواي هي عباره عن اي اوفر في، اما بحسب الامبيدنس او الادمتنس. الان المطلوب بالتو بورت نحسب الزد باراميترز، الان صار اسمها باراميترز مش زد، صار اسمها زد باراميترز. ليش باراميترز؟ هسه نشوف ليش. بالتالي بدي احسب لهي النتورك الامبيدنس اللي هي بين قوسين زد باراميترز او الواي باراميتر، نشوف كيف نحسب هذول الباراميتر. الان يا جماعه لاحظوا هاي الزد، الفي كم من فولتيه عندنا؟ في على الانبوت وفي على البورت الاول خلينا نحكي، وفي على البورت الثاني، هذول تو انبوتس بيدخلوا تو سورسز مشبوكات مع السيركت هاي، بالتالي هاي تو بورت نتورك او انبوت بورت واوتبوت بورت بتقدر تسميهم هيك. الان كم من فولتيه عندنا؟ في 1 وفي 2 بحطهم في ماتريكس. كم من تيار عندي؟ اي 1 واي 2، طلعوا تيارات داخلات. الآن إحنا بنعرف إنه V تساوي
في تساوي زد في اي، في تساوي زد في اي، هذا القانون اللي بنعرفه. لكن في عبارة عن فيكتور او ماتريكس، وزد واي فيكتور او ماتريكس. عشان تكون في واي اذا كان ماتريسيز، عشان تكون الزد مناسبة للضرب لازم تكون عبارة عن ايش؟ ماتريكس إلها أبعاد معينة. لاحظوا الفلطية هي اثنين كم سطر؟ سطرين وعمود، سطرين وعمود، إذا اثنين في واحد. التيار برضو سطرين وعمود، اثنين في واحد. بدي أضربها في زد، شو الدايمنشنز للزد عشان تظبط عملية الضرب؟ لازم تكون اثنين في اثنين. اثنين في اثنين، عدد الأعمدة في الأولى تساوي عدد السطور في الزد، لازم تكون تساوي عدد السطور في الواي. بالتالي هذول متساويات، اذا بيطلع نتيجه 2 في 1 اللي هي نتيجه الفي. اذا الزد هي عباره عن ماتريكس فيها 2 روز 2 كولوم. هاي الزد. وين بتكون الزد ماتريكس؟ لما يكون عندي 2 بورت نتورك. وين بتكون الزد فاليو وحده او سكيلر؟ لما تكون عندي 1 بورت نتورك، زد وحده، قيمه وحده فقط، زد ما سمينا اكثر ماتريكس. كانت زد قيمة معينة وجدناها في على اي. هنا بالتو بورت نتورك الزد هي عبارة عن فور بارامترز، عشان هيك سمينا زد بارامترز. سميناهم حسب السطر وحسب العمود، السطر الأول والعمود الأول زد 1 1، السطر الأول العمود الثاني، السطر الثاني العمود الأول، السطر الثاني العمود الثاني. إذا زد 1 1 زد 1 2 زد 2 1 زد 2 2، هاي هي الزد ماتريكس. زد بارامترز هذول الأربعة، زد 1 1 لعند زد 2 2. الآن ال 1 1 هاي اللي بتدل على الاندسيس للروز والكولنز. الآن في 1 واي وفي 2، هاي هي الفلطية تساوي، هاي الفلطية هي في 1 وفي 2 تساوي زد ماتريكس اللي هي زد 1 1 زد 1 2 زد 2 1 زد 2 2 مضروب في التيار، مضروب في التيار، هاي التيار اي 1 واي 2. لو ضربنا الماتريكس هاي ماتريكس مالتيبليكيشن شو بيطلع في 1؟ في 1 بيطلع زد 1 1 في اي 1 زائد زد 1 2 في اي 2. هاي المعادله الاولى. في 2 شو بتساوي؟ زد 2 1 في اي 1 زائد زد 2 2 في اي 2. هاي المعادله الثانيه. اذا حصلنا على المعادلتين هذول عن طريق ضرب الماتريسيز اللي هون. الان بدي اشوف كيف اوجد قيمة زد 1 1، كيف اوجد زد 1 2 زد 2 1 زد 2 2. لو جينا على زد 1 1، طبعا وين زد 1 1 موجودة؟ بالمعادلة الأولى. زد 1 1 بدي اوجدها، شو بعمل؟ بصفر الترم الثاني. كيف اصفره؟ بخلي التيار للترم الثاني صفر. شو بصفي عندي لما اي 2 صفر؟ صفي عندي هذا التيرم كله صفر. بالتالي زد 1 1 هي عبارة عن في 1 تقسيم اي 1، بس بشرط انه اي 2 صفر. اذا هسه بنشوف كيف نطبق هاي عشان نوجد زد 1 1. اذا زد 1 1 هي عبارة عن في 1 على اي 1 لما، هون شرط، لما اي 2 تساوي صفر. لاحظوا زد 1 2 بدي اوجد هذا، زد 1 2 تساوي V1 على I2 لما I1 تساوي صفر. V1 على I2، V1 على I2، 1 2 1 2 الفلطية على التيار، V1 على I2 لما I1 تساوي صفر. طيب كم Z21؟ هي V2 على I1 لما I2 تساوي صفر. عشان نخلي الترم هذا يروح بقسم V2 على I1، لازم هذا الترم يروح. كيف اخليه يروح؟ بخلي التيار صفر فيه. نشوف كيف نخلي التيار صفر. زد 22 هي عبارة عن في 2 تقسيم اي 2 لما اي 1 تساوي صفر. هاي الأربعة كونديشنز الموجودات هون. الآن شو يعني لما اي 2 تساوي صفر أو اي 1 تساوي صفر؟ Under the condition اي 2 تساوي صفر يعني السكند بورت از اوبن. هاي نرجع للتو بورت اللي هون. وين تا اي 2 صفر؟ لما هذا الطرف مفتوح. وين تا اي 1 صفر؟ لما الانبوت بورد او البورد نمبر 1 مفتوح اوبن. لما يكون اوبن فيش تيار اي 1 صفر،
لما يكون اوبن هون اي 2 صفر. طيب نشوف كيف نطبق هذا الحكي عشان نوجد الفور باراميترز هذول. بدنا نروح على مثال. لاحظوا يا جماعة هاي المثال اللي عندنا، أول مثال يقول determine the Z parameters for the following network. هاي النتورك هي عبارة عن two port network، إلها two ports. البورت الأول هاي الفولتية وهي التيار بيدخل عليها، والبورت الثاني الفولتية V2 والتيار I2 بيدخل عليها. جوات النتورك هي بتكون هذا الشكل، هاي هي النتورك، هاي هي النتورك. إذا جوات الصندوق هاي V1 وI1 وهاي V2 وI2. شو جوات النتورك؟ هذا الكونكشن. إذا بتحسب كم قيمة Z11، كم قيمة Z12، Z21، Z22 حسب القواعد اللي كتبناهم فوق. الآن نبدأ بـ Z11. كيف نوجد Z11 لهي النتورك؟ Z11 هي عبارة عن الفولتية V1 على I1، فولتية البورت الأول على تيار البورت الأول، لما تيار البورت الثاني يساوي صفر. شو يعني تيار البورت الثاني يساوي صفر؟ يعني الطرف الثاني أوبن، هذا الطرف أوبن لازم يكون، هذا هو الشرط. إذا نطبق الشرط بهاي الصورة، بنضيف للنتورك سورس من جهة الـ V1، يعني إذا V1 موجود والـ I1 موجود، لما أنو اللي بيدلنا من أي جهة أحط السورس؟ التيار. بما انه في تيار من جهه الاي 1، اذا السورس من جهه اي 1. هاي في 1 الفولتيه من هون لهون، من هون لهون في 1 بيطلع بيدخل على النتورك اي 1. البورت الثاني بضل اوبن مفتوح ما بنضيف سورسز، بالتالي كم اي 2 بهي الحاله؟ صفر. لما اي 2 صفر يوجدوا لي الريشيو في 1 على اي 1 لما تحقق الشرط. في 1 على اي 1 مين بيحكي لي كم في 1 على اي 1؟ هاي النتورك اعتبروها من شابتر 3 سيركت 1. قلنا لكم اوجدوا لي في 1 على اي 1 كي في ال، يعني امشوا وشوفوا الريشيو في 1 على اي 1. مين بيجاوب يعطيني جواب؟ يا جماعه مين بيعطيني جواب؟ في حدا حاضر؟ في حدا متابع معي؟ ولا كل غياب اليوم فيش حدا بالمحاضرة؟ دكتور كمان مرة بس شو السؤال؟ كم قيمة Z11؟ شو بنعمل؟ شو بنعمل عشان Z11؟ شو عملنا للنتورك هاي؟ بدي اوجد V1 على I1، وين V1 هاي؟ تقسيم اي 1 بشرط انه اي 2 تساوي صفر. كيف اطبق الشرط؟ كيف اطبق الشرط؟ بدي اخلي البورت الثاني اوبن، هاي اوبن. شو يعني التيار اي 2 اللي بيدخل على المقام ار 3 كم قيمته هو اوبن؟ كم قيمه اي 2 اذا بهي الحاله؟ صفر. الان منين بنضيف السورس؟ الاكسترنال سورس، بنضيف سورس خارجي، بنضيفه من جهه في 1. خلص بنسميه قيمته، ما هو بما انه هو على نفس الطرفين هذول خلص بنسميه V1 لانه فولتيته هي نفس فولتيه ال V1. وبدخل تيار I1 بيطلع من السورس بيدخل على النتورك. الان كم Z11؟ هي V1 على I1 لما I2 تساوي صفر. حققت الشرط، انا حققته هون انه خليت هذا الطرف اوبن، ما في سورس من هاي الجهه، بالتالي لما يظل مفتوح يعني I2 تساوي صفر. كم V1 الريشيو V1 على I1؟ لاحظوا يا جماعة التيار I1 وين دخل؟ على R1. لما جه هون على النقطة هاي توزع على two resistors. كم التيار اللي جاي من هون أصلا؟ صفر. صفر. إذا I1 وين نزل كمان؟ على R2. على R2. لو مشينا KVL شو بطلع V1؟ V1 شو بيساوي؟ I1 على R1 زائد 2. I1 على R1 زائد R2. في R1 زائد R2. في R1 زائد R2 صحيح. الآن V1 على I1 شو بصفي لما نقسم V1 على I1؟ شو بصفي عندي؟ R1 زائد R2، هاي شو اسمها؟ هاي Z11، V1 على I1، V1 تقسيم I1 بيطلع هاي.
بالتالي اوجدنا زد 1 1. كيف اوجدناها كمان مره؟ اول شيء بروح احقق الشرط، احقق الشرط، شو يعني الشرط؟ بدي اخلي اي 2 تساوي صفر، اذا بخلي الطرف الثاني اوبن، هذا هو الشرط. بضيف سورس خارجي، من اي جهه لازم اضيفه؟ من جهه البورت الاول. قيمته في وبيطلع منه اي، بس هون بما انه الفولتيه اللي ضفتها هي نفسها في 1 بتاعت السورس بتاعت البورت، بسميه في 1 والتيار بيطلع منه اي 1. كم في 1 على اي 1 في هاي الحاله؟ امشي كيف في البلوب الاولى هاي فيش غيرها. بالتالي بيطلع عندي المعادله هاي في 1 على اي 1 بيطلع ار 1 زائد ار 2. هاي ان الحل قدامنا هون. هاي اذا واضحه كيف وجدنا زد 1 1؟ تمام. طيب نفس الطريقه يا جماعه، خلينا نرجع للمعادله هاي. كيف وجدت زد 1 2؟ في 1 على اي 2 لما مين؟ لما انول لي اوبن، انول لي اللي تساوي صفر، التيار الاول. اذا منين نضيف السورس؟ من هاي الجهه ولا من هاي الجهه برايكم؟ من جهه الاي 2. من جهه البورت الثاني، مظبوط. اذا بضيف سورس لهي النتورك من جهه البورت الثاني واخلي هذا اوبن، اذا اي 1 بتحقق انه صفر بضل، لما هذا مش موجود سورس هون معناته اي 1 صفر. خلينا نشوف كيف ضفناه. هاي عشان نوجد زد 1 2. في 1 على اي 2 لما اي 1 تساوي صفر. خلينا الطرف البورت الاول اوبن، ضفت سورس. شو فولتيت السورس اللي لازم تكون؟ في 1 ولا في 2 على البورت الثاني؟ في 2. الان يا جماعه هاي النتورك، لاحظوا التيار هون صفر، التيار طلع من هون اي 2 لانه هذا من جهه البورت الثاني اي 2 وفولتيته في 2. اي 2 نزل في المقاومه ار 2. وين في 1؟ انا بدي اشوف في علاقه في 1 في اي 2، يعني بدي اوجد معادله تربط مش في 2 اي 2، تربط في 1 مع اي 2. اي 2 يا جماعه طلع من السورس، دخل على النتورك، ما هو من هون اسمه اي 2 بدخل، له قيمه. بنزل على المقاومه ار 2 لانه هذا التيار صفر. الفولتيه من هون لهون، هو اوبن هذا، كم الفولتيه هون؟ كم الفولتيه على ار 1؟ كم فولتيه ار 1؟ كم فولتيه ار 1 يا جماعه؟ الو صفر صفر، لان التيار اللي بمر فيها صفر، اي 1 صفر، اي 1 في ار 1، هاي فولتيت ار 1 صفر. شو معنات ان الفولتيه صفر؟ معناته الفولتيه في 1 من هون لهون هي نفس فولتيه مين؟ المقاومه مين؟ ار 2. الفولتيه في 1 هاي الفولتيه على هاي المقاومه. الان كم الفولتيه على المقاومه هاي؟ بدلاله ار 2 في اي 2. اذا في 1 تساوي ار 2 في اي 2. كم في 1 تقسيم اي 2؟ في 1 تقسيم اي 2 شو بيطلع؟ ار 2 بيطلع ار 2. اذا هون وجدنا البارامتر الثاني زد 1 2. لاحظوا 1 2 يعني الفولتيه في 1 والتيار اي 2، 1 للفولتيه و2 للتيار، في 1 على اي 2 لما التيار الاول صفر. كيف خليت التيار الاول صفر؟ خليته اوبن. وين ضفت السورس؟ على البورت الثاني. طبعا المكان اللي بضيف عليه السورس بسمي فولتيته وتياره نفسه اللي موجودات على التيرمينال على البورت اللي انا حاطط السورس عليه. الان دكتور ليش فوق ما خليتش الفولتيه على ار 2 هي نفسها في 2؟ شو رايك الفولتيه من هون لهون؟ هل هي لا فوق مش هون في البداية. هون خلينا نشوف. هون المفروض الفولتيه ار 2 هي نفسها في 2 في 2 هاي او صفر مش في 2 نفسها هاي فولتيه في المقاومه هاي صح؟ تلزمنا بالسؤال انا شو بدي في 1 واي 1؟ بدي علاقه بين في 1 واي 1، مشيت بالكيفيه اللي هي بديش اجيب سيره في 2 ما بلزم. تمام وضحت؟ تمام. الان ليش هون بالحاله الثانيه زد 1 2؟ لانه طلع القانون في 1 على اي 2 لما اي 1 تساوي صفر، اي 1 تساوي صفر خليته اوبن، ضفت سورس من البورت الثاني، التيار اي 2 نزل هون كلياته اذا فيش اللوب هاي. الان انا بدي مش في 2 بدي في 1، بضل هون في 1. وين في 1؟ هاي الفولتي في 1
وين الفولتيه كمان في 1؟ هاي فولتيه في 1، ليش؟ لانه هاي فولتيتها صفر، لو مشينا كي في ال هون بيطلع في من هون لهون هي نفس الفولتيه من هون لهون. شو علاقه في 1 الان في اي 2؟ لانه انا بدي في 1 واي 2. ار 2 في اي 2 بتساوي في 1 صح؟ بالتالي في 1 تقسيم اي 2 شو بصفي عندي من هاي المعادله؟ ار 2. واضحه؟ تمام يا دكتور. تمام، الان نروح على البارامتر الثالث نفس الطريقه. الان يا جماعه شو رايكم؟ في 2 على اي 1 لما اي 2 تساوي اوبن صفر، يعني هو البورت اللي فيش عليه سورس؟ البورت الثاني. البورت الاول حطينا عليه تيست سورس او الاكسترنال سورس، في 1 واي 1 بيطلع منه. الان باجي بتطلع هاي حققت الشرط، حققت الشرط؟ حققت. اي 2 تساوي صفر، فيش تيار لانه اوبن. فيش تيار. الان اي 1 كلياته بنزل وين؟ هون، لانه التيار اللي جاي من هاي الجهه صفر، اذا اي 1 زائد اي 2 بتساوي التيار هذا. اي 2 صفر، اذا هون التيار اي 1. شو بدي؟ في 2 على اي 1، وين في 2؟ الان لزمتني اللي سالتنا عنها. نفس الحالة طلعوا هاي الحالة نفس الحالة الأولى. بس شو بدي أنا؟ بدي في 2 اي 1. في 2 اي 1. كم في 2 من هون لهون؟ هي نفس فولتية هاي. لأنه هنا الفولتية صفر. شو علاقة في 2 في اي 1؟ في 2 تساوي ار 2 في اي 1. كم تقسيم في 2 على اي 1؟ شو بصفي عندي؟ ار 2. صح؟ طيب. اخر باراميتر اللي هو زد 22. وانا كاتب يا جماعه نفس الكونديشن اللي لزم في لايجاد زد 11. زد 21 نفس الكونديشن بتاع زد 11، اذا نفس السيركت، بس انا شو اللي بيلزمني اعوضه في 2 على اي 1 انا بدي. هناك كان في 1 على اي 1. تفرق حسب الباراميتر. الان زد 22 يا جماعه، زد 22 شو بتساوي؟ زد 22 هي في 2 على اي 2 لما اي 1 تساوي صفر. انتم بتعرفوا منين جبنا هذول قبل شوي بدينا فيهم، ارجع للمعادلات الاصليه. المهم بهاي الطريقه ايجادهم انه بدي في 2 على اي 2 لما اي 1 تساوي صفر. اي شرط هذا؟ نفس شرط هاي. بالتالي هاي برسم الدائره. الان يا جماعه كم في 2 على اي 2؟ هاي السر، هاي النتيجه. نفس الشرط هاي، هذا الشرط لزد 1 2 زد 2 2 كمان سيم كونديشن. كم في 2 على اي 2 لو مشيت كيف ال باللوب هاي؟ شو بيطلع بالاخر؟ في 2 على اي 2 ار 3 زائد ايش؟ امشوا كيف في ال هون، بيطلع في 2 تساوي ار 2 او ار 3 في اي 2 زائد ار 2 في اي 2. بتطلع اي 2 على المشترك بصفي ار 2 زائد ار 3 في اي 2 تساوي في 2. قسم في 2 على اي 2 بيطلع مجموع. طيب كم طلع زد 11؟ طلع يا جماعه كم زد 11؟ ار 1 زائد ار 2. نرجع للدائره الاصليه. زد 11 اللي من هون لهون شو بتساوي؟ الفولتيه هاي على التيار هاي، الفولتيه هاي على في 1 على اي 1 اللي هي هذول ار 1 زائد ار 2. كم زد 1 2؟ يعني في 1 على اي 2 طلع ار 2. كم زد 2 1 برضه ار 2. كم زد 2 2؟ 2 2 في 2 على اي 2 2 2. بالتالي ار 3 زائد ار 2. هاي هي النتورك، او هاي هي هذول البارامترز اللي حسبناهم. الان في مثال اخر، طبعا تقدر تجيب عدد لا نهائي من الامثله بنفس الطريقه تعوض، بس تعتمد على السيركت كيف الكونكشنز الانتر كونكشنز اللي فيها. الان هذا المثال، طبعا هذول المثال الامثله يا جماعه كمان شوي بصير احسب الواي باراميتر مش الزد، الادمتنس باراميتر. شو رايكم هون عشان وجد زد 11 زد 12 زد 21 وزد 22؟ فور باراميترز، ذا تو بورت دائما بوجد فور باراميترز، ماتريكس 2 في 2. بالتالي الزد ماتريكس، الزد باراميترز هن زد ماتريكس 2 في 2، سطرين في عمودين. كيف اوجد زد 11؟ شو بسوي هون؟ هاي ورجيناكم
زد 1 1 هي لفي 1 على اي 1 لما اي 2 تساوي صفر. اي 2 تساوي صفر يعني البورت هذا اوبن، يعني السورس بنضيفه على البورت الاول في 1 وبيطلع اي 1. الان شو بدي؟ شو بتتوقع يا جماعه بدون الكونكشنز هذول، بدون الحسابات، لما هذا البورت الثاني مش موجود نهائي اوبن، هذا اوبن وانا بديش منه شيء، هذا اوبن حتى قراءته بديش اياه، يعني شو الامبيدنس اللي بشوفها بين الطرفين هذول؟ ار 2 زائد ار 3 توازي مع مين؟ مع مين؟ من جهه البورت الاول. ار 2 ار 3 شو معنى؟ توالي ولا توازي؟ ار 2 ار 3 طلع هون البورت الاول، فولتيت البورت الاول على التيار البورت الاول، لما اي 2 البورت الثاني فيش عليه شيء اوبن، بالتالي شو هون؟ ار 2 زائد ار 3 توالي توازي مع ار 1، هاي هي زد 1 1. بس بقدر احسبها بطريقه ثانيه زي ما حسبتها قاعد بحسب فيها الان. طلعوا عليها، خلينا ناخذ لي نفس، هاي زد 1 1 من هون لهون، هاي نهايتها زي ما حكيت بالاخر، بس طلع كيف حسبها. يلا دققوا فيها دقيقه تشوف شو بيطلع معكم، لحد يكون شو اللي سويناه بالضبط. مين بيشرح لنا كيف اوجد زد 1 1؟ كانه دكتور بسط السيركت هيك باعتبار ار 2 مع ار 3 سيريز كلهم مع ار 1 هيك بقدر اوجدها، بقدر اوجدها لانه انا بدي في 1 على اي 1، يعني من جهه البورت الاول التيار والفولتج بالضبط. بقدر اقول ار 2 توالي مع ار 3 توازي مع ار 1، هذا طلعت النتيجه النهائيه. بس شو الطريقه اللي مستخدمها انا الان هون؟ هاي الطريقه اللي بحكي عنها ولا شيء ثاني؟ طلع شو سويت؟ اي 1 طلع هذا التيار اي 2 صفر، بالتالي اي اكس هو نفسه هون التيار اي اكس. كم التيار اي 1؟ كم اي 1؟ هو التيار هذا زائد التيار هذا، تيارين، في عندي التيار الاول هذا والتيار الثاني هذا. كم التيار الاول؟ في 1 على ار 1 هذا البرانش الاول. كم التيار الثاني؟ في 1 على مجموع المقاومتين. الان اطلع في 1 على المشترك، صفي عندي اذا اي 1 تساوي في 1 في هذا. الان انا شو بدي؟ بدي في 1 على اي 1، بدي في 1 على اي 1. لو ضربت ضرب تبادله وبسطت بيطلع بهي الشكل. الان في 1 على اي 1 هي معكوس هذول، ليش معكوسهم؟ لانه بدي في 1 على اي 1 عكسناهم. الان لاحظوا يا جماعة هاي منين اجت؟ ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 على ار 1 جاي من ار 1 في ار 1 زائد ار 2 على ار 1 في ار هذا، اصلا المقام هذا موجود هون، كأنه ار 1 توازي مع هذول الثنتين، حاصل ضربهم على مجموعهم، حاصل ضرب ار 1 في ار 2 زائد ار 3، انا اللي توازي مع الباقيات اللي ضربتها فيه الثنتين، انا هون ضربت مين بالثنتين؟ ضربت ار 1 في خطا مطبعي هون، شو الخطا؟ في عندنا اخطاء مطبعيه. شو هون؟ ار 1 في ار 2 زائد ار 3، هون 2 وهون ايش؟ 3. هذا في خطا مطبعي. حاصل ضربهم على مجموعهم بيطلع نفسهم. بيطلع معكوس هذا. بالتالي في 1 على اي 1 بيطلع بهي الصوره. نروح على زد 2 1. زد 2 1 هي في 2 على اي 1 لما اي 2 تساوي صفر. الان ليش رحت على زد 2 1 مش على زد 1 2؟ مين بيحكي لي؟ انا رحت على البارامتر الثالث مباشره. لانه زد 1 1 وزد 2 1 دائما لهم نفس الكونديشن، شو الكونديشن؟ شو الشرط؟ انه اي 2 تساوي صفر. يعني نفس السيركت اللي انا راسمها الان. الشرط لزد لايجاد زد 1 1 وزد 2 1 نفس الشرط انه اي 2 تساوي صفر. الان شو بدنا؟ بدنا العلاقه بين مين ومين؟ بين في 2 واي 1. بين في 2 واي 1. وين في 2؟
هاي الفولت دي على مقام ار 3. وين اي 1؟ هاي اي 1. كيف اوجد علاقه بين في 2 اي 1؟ الان انا قلت لكم شو اللي بدي اياه، بدي اوجد تقسيم في 2 على تقسيم اي 1. الان في 2 هي الفولت على المقام ار 3. فيش تيار جاي من هون، اذا هذا التيرمينال ماله مش موجود، هذا التيرمينال مش موجود. نقدر نمحاني هذه. وهي هيك. الفولتية من هون لهون اسمها في 2. شو علاقة في 2 في اي 1؟ كيف اوجد كونكشن معادلة بتربط بين في 2 واي 1؟ طلع شو اللي سويناه هون، وانتم لحالكم قولوا له شو اللي عملناه، واحد يتبرع قول له شو اللي عملته، هاي الحل هون. خليني اورجيكم الدائرة الأصلية عشان تعرفوا شو سوينا. هاي الدائرة الأصلية. هاي في 2. شو اسم التيار؟ أنا سميت تيار من عندي. سميت تيار جديد، سميته أي إكس. أي إكس يا جماعة هو جزء من مين؟ من أي 1. أي إكس هو جزء بار، إذا كرنت ديفيجن. المقاومة هاي. هاي المقاومة هي وحدة، هاي مقاومة سيريز، هذول ار 2 ار 3 توالي، بالتالي مجموعهم المقاومة الوحدة هاي هي ار 2 زائد ار 3 اللي بمر فيها اي اكس. بالتالي اي اكس شو بتساوي؟ المقاومة ار 1 على مجموع المقاومات ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 في التيار الكلي اي 1. الان شو علاقة في 2 في اي اكس؟ ار 3 في اي اكس بتساوي في 2. عوضت محل اي اكس بدلالة اي 1، طلعت نفس المعادلة اللي بدي اياها. صح ولا لا؟ واضحه؟ طب دكتور بص، بدون كرنت ديفيجن الحال ممكن، ممكن انت هات الطريقه تشوف شو بدك تسوي. هاي طريقه من الطرق، ممكن في طرق ثانيه. كيف يعني؟ شو بدك تعمل؟ شايف بدي اخذ ار 2 ار 3 سيريز مع ار 1 بارلل. لا هنا انت بدك تحافظ على الريشيو اللي بدك اياه، في 2 في 2 على اي 1، يعني بدك معادله بين في 2 اي 1 بعدين تقسم في 2 على اي 1 بتضل عندي النتيجه زد 2 1. بعرفش انا، يعني ما فكرتش بطريقه ثانيه اذا في، بس اللي حكيته قبل شوي غلط. الان ضل عندي 2 باراميترز زد 1 2 وزد 2 2. شو شرط زد 1 2 زد 2 2 لما اي 1 تساوي صفر؟ شو يعني اي 1 تساوي صفر؟ البورت الاول اوبن، بالتالي هاي السيركت اللي بتلزم عشان اوجد زد 1 2 وزد 2 2 نفس تشبه الحكي اللي حكيناه قبل شوي. زد 2 2 يا جماعه الان تقدر تقول زد 2 2 يعني في 2 على اي 2. شو الامبيدنس اللي بشوفه بين الطرفين هذول؟ هي ار 1 زائد ار 2 توازي مع مين؟ من الطرف هذا. هاي هي زد 2 2، هاي الاوتبوت امبيدنس. زد 1 1 بقينا نسميها الانبوت امبيدنس، وزد 2 2 الاوتبوت امبيدنس. يا جماعه لحديت هون وصلنا، بكره بنكمل من الموضوعات، هذول ردوا دققوا فيهم وتاكدوا انكم فاهمين عشان نروح بعدها على الادمتنس بارامترز، الواي بارامترز نشوف كيف نحسبها. تمام يا جماعة؟ دكتور الله يعافيك، تفضل. الكويز كم سؤال عليه؟ يعني تقريبا 8 أسئلة أو 8 أسئلة، في واحد بيجي عليه علامة. نص ساعة؟ نص ساعة. ابن الحاج؟ ولا ياخذ نص ساعة ثمان أسئلة، مالك قديش هاي؟ قسم 30 تقسيم 8. دكتور الوان وين راح يطبق على الفاينال؟ 4 دقائق. هذا الحكي ما تسأليش عنه، مش أنا بقرر، بعرفش يعني بالضبط، حيث اسمع ما بلغوناش بالضبط شو التعليمات. هو دكتور مو ظلم يعني، بس يعني أنا ممكن أرجع للسؤال وقت ما بدي، أراجع مع أراجع أسئلتي. بدك تقدم بالجامعة ولا بالدار؟ بالدار. بالدار وين وين كاترين بالدار؟ الدكتور مو غلط، ما انا بدي اقدم في الدار، ما انا بقدرش اروح اصلا على الجامعه، بدي مضطر اقدم في الدار. يعني انا بصراحه هاي الاشياء انا ما يعني انا هاي اني بشرح لكم، بسوي لكم امتحانات
الجامعة قررت إنه بالجامعة وبالدار، طبعا المفروض يعني لا الكل بالجامعة، لا يعني المفروض طبعا شو الجامعة هدفها من كل الموضوع، وهدفنا إحنا إنه فعليا نمنع الغش، في غش كبير قاعد بصير، يعني هو دكتور يعني صار مخلص حبكة، يعني تفصول غش مش بس فصل واحد. طيب يا دكتور ما هي حبكة، أنا أنا لا بحكيها أدرس من فصل الآخر، ترى بدي بدأ بالجامعة بتحب، ما حدا بحب يقول غش، بس هو فعليا قاعد بصير غش يعني حتى في الجامعة دكتور طلب غش، يعني مش حد ايش يعني بده يغش، فيش حدا ايش بيمنعه. اسم كبير اخرى للاسف. بس بس دكتور طلع يعني انا بديش ادخل في الموضوع هذا وناقش فيه بصراحه، يعني انا المفروض برضو انا بحاول امنع الغش. بالدار انا مش مراقب عليك، بعرف ايش الجامعه خيرتكم بالدار او بالجامعه وعملت ضغط عليكم انه يعني بالدار تقدرش تتنكل. طبعا ليش منعوا التنكل هم؟ يعني شو الهدف من منع التنكل؟ شو انت برايك؟ طيب دكتور انا احكي لك وجهة نظري، ليش منعوا التنكل بين الأسئلة بالدار؟ انا دكتور ما ينحط سؤال، ما ينحط سؤال لكل سؤال دقيقتين، ما المدر ولا شيء لا لا بده اسمع دقيقة اسمع، لدقيقة هاي قصة ليتنقل. دقيقتين، دقيقتين هاي انتم مش فاهمينها مظبوط. بمعدل دقيقتين يعني انا لما اكتب امتحان السيركت بشوف قديش بده وقت، ماشي، بشوف قديش بده وقت. مثلا جايب لكم على الامتحان عليه 40 40 علامة، افرض جبت لكم 20 نقطة كل واحدة عليها علامتين، بجوز كل نقطة بدها 3 دقائق 4 دقائق، بضرب 20 في 4 80 دقيقة بعطيكم. طيب يا دكتور فيش اسمه والله فروقات فردية، وفي ما هو وغير انا بالمعدل، انا بعطي بالمعدل، قديش بدك بالمعدل وقت؟ هسه ممكن واحد يحل الدقيقتين فعليا، واحد بده 6 دقائق، انا بعطي المعدل بالعادة دائما، يعني المفروض البطيء برضه يشد حاله شوي، والسريع ماخذ راحته بخلص وقت بكثير طيب منه. دكتور الوان واي، الوان واي انا يمكن اواجهت سؤال بالنسبة لي صعب، بالنسبة لي غير سهل، والله انا بدي اكسب وقت وارجع للاخر. ما تناقشنيش بالموضوع هذا، مش لا 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 يعني مش نقاش بقى، يعني نحكي مش وجهة نظرنا، يعني اختصاصي نحكي فعليا، مش هيك. اختصاصي. انت هيك يحيى معي، انت يحيى انا شو قاعد بعمل؟ بشرح لك الماده، بوضح لك اياها، اذا في عندك اي اسئله وبكتب لك اسئله وبمتحن لك فيهم. هسه كيف اليه الامتحانات؟ انا برايي كان من البدايه انه يدبروا حالهم من اول فصل الكتروني، انه لو الطلاب قلت لهم تقدموا بالامتحان بالجامعه من اول فصل، ان كان كل الطلاب تبعوا معنا 100% على المحاضرات اللي بنشرحها هون، واللي مش فاهم سال وتبعوا وفهموا واستفدنا، كان واستفدتوا. بس طب دكتور للاسف مو يا للاسف دكتور لو الجامعة خايفة على مصلحتنا بالفعل 100%.